يديروش عندهم. إلا شفنا مش حد ديال السيارات حنايا موالين النظر عندنا لاكارت اسما نقدروش ندخلوا المليلية. تمشي تما تشوف كلشي الناس ديال برا اللي كيردوا على عند إقليم النظر، ولكن حنايا دابا واش هاد التجارة تهرب ولا؟ غنبيع الرزق ديالنا وندي الصندوق ديالنا، كاين الصندوق اللي غادي يعطيها لنا. صافي صافي، اللي يجي البيطاري إلا ما 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 كانش هذيك الصندوق غير صالح حنايا نجيبوه واخا من أمريكا، دول متقدمة. المفتش العام ديال المكتب الوطني للصيد سي العثماني، بالنسبة للكونترول ديال هاد عثمان، بالنسبة للكونترول اللي كيديروا هاد الناس هذا على برا، تفضل. قول عثمان نعم سيدي هندس نعم، قال لك حنا دابا حاليا لوفيس الوزارة ما خلاتنا والو، خلاتنا من الباب الداخل، من الباب برا كاين المندوبية، وحاليا أي مرسى كاين المندوبية هي اللي كتكلم. أنتوما كتصيفطوا ديك كازا تكنيك يصوروا الماركة باش يسوقوا معاك، كاع تصيفطوا ثقي في الحوت واحد من القدام واحد من اللور كريه ما كايناش كاع. فين كاين هذاك الشيء؟ فين كاين؟ كان شحال هذا؟ واحد العدد كاين شحال هذا؟ واحد العدد هذا مفتش العام ديالك؟ مفتش العام ديالك ساليتي باش نجاوبك. مفتش العام ديالنا اسمح لي انا تنتحمل مسؤوليتي قدام هذا المجمع ان المكتب الوطني للصيد عنده الحق في الكونترول داخل الميناء، ولكن ما بقاش عنده الحق انه يطبق داخل الميناء ماشي داخل البحر. بخير ريت داخل الميناء ونبلغ المندوب. ما عندكش الحق. عندي الحق. ما عندكش الحق. وبين هذا القانون. كاين القانون واش تكذب وحدك؟ ولد صغير. إلا راه حطو. الرحمن الرحيم. المكتب الوطني للصيد. يجي المشروع فاشل. ومشروع ابتزاز. أنا غاتخد 80 درهم من كل صندوق. شي نص سوا الطاس. أنت القرار أناش قرار وزاري. ما رانيش القرار الوزاري، حقا دايس قانون المنافسة رقم 6/99، وكذلك حقا دايس الدستور خاصة الفصل 35 الذي ينص على نزع الملكية من المكتب الوطني للصيد يوجد القوة وذا الخواص خدمن دي الصندوق من بعد السوف غنظن بدون احترام القوانين الجاري به العمل. نشي نخو ونصي ابو شرمان ونزمر اش نقبل من جي القرارة واجبو قانوني الخو نشي نقرر انصي شرمان دي بار ونصي ابو خلوفيس انا غفل نحل المشكلة. السلام عليكم. قلت وسيتي دنوسا نشي التربية اذا نقي الوالدين ذي المهنة نغم مصوان قي الفوضى ما عاد العامل توان تراجعات غاس بحد غان غياس باش هذا يحل المشكل، لان انت الممثل سيدنا المندوب الحكومه، لان انت تسكن غير الاقليم من غيني ورنس دمقان، ولكن مي واد يوسيا نشين نتفقت نصيوض دع الرساله ينتا من الناس بريد حل المشكله يا ذوني الاداره العامه المودي على المندوب المكتب الوطني للصيد من الانسان نضوا مروات حلت نشينا قران الساستي ويا الرصيف انا كسي الصندوق بوهارو انا حنخدم قواد دي بوضي فوضويين، ولكن خمي انا كسي الصندوق النيه ني غنساسي سرمان يوز تحديس الدعانا خنيا يغاضها المشاكل في مقراني. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هذا مبذير وعسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. مشي نهاني ذا غنغيجنا الربح ذا مقرن سواطاس من يعنى وهو انه الخلافات اللي تغادي المرصى ديال الميناء بنصار جار المهنيين وثقي مشى ثكس بصفه نهائيه
ندور ذا ومثلا مرة غنلقى فوس دفوس في جميع المراحل تسمى الجن تاع الفنانين أو التسبحانين مشينا كنغنمون جسد واحد ما كاينش اللي غادي يفرقنا هذه من جهة. أما فيما يخص في مصرية النظريت السيد الرئيس محمد بركان يكشون توضيحات بيناتها سيد العميل هذه استشار أكد الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد هذه خزار يجن الصيغة توافقية زيغان فوق بيناتها ترضي الجميع ماشي جيتوها ترضي الجميع. السلام عليكم مصطفى هذا مغاوشة أمشي الناس عبر القضاء الشامية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما يمغينا يا وراء لأن توغى المسؤولين إخران أزين مويين خران أزين مويين في الإنساء لأن الشيني غورو بايدة يقين دي المويين باش أدخل من يايث ماثنا ودعيش يايث ماثنا غيني وغادي بور خدمت قان الشين دا قبرة دي لنا بعيا المصانع دي مزيانين دي سروان توغى نشغل واحد ديال العاملة الطام قرانت وكل شيء منظم قاسم الصندوق الوطني المجتمعي ولكن وجد بعض المسؤولين خاربنا نغل الاقليم النغوه نصبوا خاربنا ولهذا نشي نهاي اذا نقفوز كفوز نقاسم المسؤولين نيا اقا واخا نطيران شو مجرد ندفع يدنا نشي وادي بوذي فوضويا نشي نسرع قرنا نخدم سرع قرنا يسرع من زوزات ندير ماشي ولكن مالا المسؤولين وكينا نزير ماشي وغير نزل صغاب على لان ما يمي نكاكيس نقفوز كفوز جميع الحوارات يجان نوضع كيس نغال النتيجة ولكن المديرة حاليا ويخصبوا الحوار نشتين وغاربوا المشكل دي النظر هذا وانتيني غد سمارة مغربيين يدان على الصعيد الوطني وغاربوا المشكل دي النظر المشكل نخوي قراص ندير جنوب نشتين نسيد المدير خوي اعتارف 97 دي مئة الصندوق يتعقب 99 دي مئة عفوا 99 دي مئة يتعقب إذن ماذا من الله يقيم من يتعقب 99 المشكل غاس ندير الجنوب خصوص حنشنين الشين